أو نتابع القناة الثقافية تسعاً، ويمكن لبوشوية كذلك في الدار في أوقات الفراغ. عاشراً، وأحسن حاجة وأحسن نصيحة، نبقى في دارنا وما نخرجوش أبداً، ونلتزموا بالتدابير والإجراءات ومعايير الوقاية والسلامة الصحية اللي تتنصح بها السلطات المختصة. وما تنسوش، الوقاية خير من العلاج. ضموا أيديكم، الطلائع تحييكم. إذا مساء الخير، مساء الخير لكم اللي كتتبعونا في هذا اللايف اللي كيدخل في إطار المباشرات اللي كتقدمها منظمة طلائع أطفال المغرب منذ بداية الجائحة. وهذه المنظمة اللي كتعتبر منذ التأسيس ديالها سنة 1984 تحت شعار الشباب في خدمة الطفولة من المنظمات التربوية الرائدة في مجال تأطير الأطفال، واللي حققت العديد من النجاحات ومن الإنجازات بفضل الأطر ديالها اللي كيشتغلوا فيها بواحد الشكل كبير، اللي عندهم واحد الكفاءة اللي هي جد عالية. وهاد النجاحات وهاد الإنجازات خلاتها أنها تكون واحد المثال يقتدى به نظرا لأهمية الرسالة اللي كتقدمها. إذا كما كنعرفوا كاملين، هو أن العالم شهد منذ أشهر أسوأ أزمة صحية منذ عشرات السنين، أزمة اللي دخلت العالم كله في واحد الحالة ديال الرعب وديال الارتباك، وألزمت أكثر من نصف الساكنة ديال الناس البيوت، وتم إغلاق المصانع إغلاق الشوارع في مجموعة من البلدان، مما جعل من كوكب الأرض حسب مجموعة من العلماء هو المستفيد الأول. إذن في هذا الفيروس ديال كورونا اللي وصفته الصح ومنظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، واللي مع الأسف الشديد ما سلمتش منه حتى بلادنا، وانها كنشوفوا انها مازال في واحد المواجهه مفتوحه للتغلب والسيطره على الانتشار ديال هذا الوباء. هذا الوباء اللي كيمر على الاخضر واليابس، وحتى شي حد ما سلم منه حتى الاطفال. هذا الشيء اللي خلق واحد النتائج وخيمه، واصبحوا يتعرضون له، اصبح الاطفال كيتعرضوا لواحد التعسف كبير على الحقوق القانونيه ديالهم، هذه الحقوق اللي كيكفلها القانون الدولي والدستور المغربي على حد سواء. إذا اليوم كنلقاو راسنا أمام واحد الإجبارية ديال النهوض بالمجتمعات من خلال تلبية الحاجيات الحالية دون المساس بحاجيات الأجيال القادمة. أسئلة كثيرة كثرت بالمجتمع في وسط هذه الحيرة وفي وسط هذا القلق اللي حنا كنعيشوه، كيحتم علينا فتح نقاشات ومعالجة المواضيع من مختلف الزوايا. اليوم اخترنا أننا نكون ضيوف عند الدكتور عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، أستاذ جامعي في الاقتصاد وعضو مكتب سياسي لحزب التقدم والاشتراكية. حضور دكتور الصديقي دائم في النقاشات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كيجعلنا ننتهزوا الفرصة باش أننا نحاولوا نتفاعلوا معاه حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية لفيروس كورونا على أجيال المستقبل. كيرافقني في تنشيط هذا اللقاء الرفيق عبد العالي البوجيدي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة طلائع أطفال المغرب. مرحبا بك عبد العالي. مرحبا صوفيا، مرحبا بالرفيق عبد السلام الصديقي. بطبيعة الحال بدوري نرحب بالرفيق العزيز السي عبد السلام في منظمة طلائع أطفال المغرب، وخاصة بجهة ديال سوس ماسة. الرفيقات والرفاق والمناضلين والمناضلات منظمة طلائع أطفال المغرب بهذه الجهة، جهة سوس ماسة درعا، عفوا جوج سوس ماسة وباقي الفروع والجهات في المغرب، تيرحبوا بك الرفيق العزيز. الاختيار ديال الرفيق عبد السلام الصديقي ليس عن طريق الصدفة، بل لأسباب متعددة، من بينها أنه رفيق مناضل مسؤول سابق في وزارة التشغيل، انخرط منذ الجائحة منذ بداية هذه الأزمة في إنتاج يعني مادة غزيرة من الإنتاجات، المقالات باللغة العربية، مقالات باللغة الفرنسية، وأخص بالذكر وهذا الصباح بالذات أطلع علينا الرفيق
عبد السلام الصديقي بما قال حول البنوك، حول هذه الأزمة ديال البنوك. من بين المقالات يعني القيمة كنت نوجدو عنده، هذه مرتبطين بالجائحة بطبيعة الحال، المغرب ما بعد جائحة كورونا أي مخرج للأزمة، كاين العبر اللي ممكن استخلاصها من هذه الأزمة، الحاجة إلى إعادة التفكير في التنمية، مشكل ديال التسطح ديال المنحنى. وهنايا نبدا معك الرفيق عبد السلام حول هذا، ان نهار الاثنين يعني الاثنين الماضي مدد المغرب حاله الطوارئ الصحيه الى 3 اسابيع اضافيه. بغيت عافاك نستغلوا الخبره ديالك من يعني بعلاقتك بالاقتصاد بالارقام بالمنحنيات الى غير ذلك، وانت معروف بهذا يعني الدقة في التعاطي ديالك مع الأرقام والمعطيات، كيفاش تتشوف هذه المنحنيات ديال الإصابات، وشنو هي الأسباب اللي خلتنا أننا نمددوا هذه الفترة ديال الحجر الصحي والطوارئ الصحية لهذه 3 ديال الأسابيع الإضافية؟ شكرا سي عبد العلي، شكرا رفيقة سعاد، سعيد صوفيا 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 اعتذر واخا مكتوبه قدامي صوفيا، اعتذر صوفيا وراكي سعيده يعني ياك مرحبا مرحبا طبعا سعيد باللقاء معكم وعبركم مع رفاقاتي ورفاقي في جهاز اسم الساعة. بالامس كنت مع الرفاق ديال ايتم اللولي انزكان، اليوم عطيني معرف اذا ما بقى لي غير نمشي نسكن في سوس مساء باش نكون قراب من الرفاق. على اي كنشكر كذلك المشاهدين اللي غادي يتبعوا معنا هذه الحلقه اللي كنتمنوها تكون مفيده لبلادنا، مفيده للمشاهدين. استعد علي باش ندخلوا في صميم الموضوع. السؤال ديالكم حول يعني كيف يمكن فهم هذا التمديد ديال الحجر لمده 3 أسابيع بالنظر إلى تطور ديال يعني الجائحة والتذبذب. هنايا يعني ربما تكون ما كانش هناك واحد الموقف في هذا الجهة أو في ذاك يكون مقنع 100%، ما كانش موقف يعني يمكن الموقف يعني الذي اتخذ احنا معاه انما لصالح تمديد هذه الفتره قد يفهم يعني يعني رفيق هو يفهم ولكن ما غاديش يجي بغينا نعرفوش انه يقدر يجي واحد التغيير. انا غادي على الموقف متفق معك، انا غادي نشرح بسرعه، غير كنمشي قد يفهم وقد ينتقد، وقريت بعض الأصوات اللي كتنتقد حتى هي كتبان لي معقولة، وبالتالي أنا كنظن كان الخيار صعب، القرار صعب باش يتخذ في هذا الاتجاه ديال. وعلاش الشيء اللي جعل أن مباشرة بعد ما تتخذ القرار ديال المد ديال التمديد شفنا أولا هذا، وكنا كنتظروها كان من المنتظر، لأن قبل ما يتخذ القرار ديال التمديد حنا يوم بلاش كرفاق لك حنا كنعيشوا مع الناس وكنستمعوا، كان حسينا أن هناك واحد النوع ديال الملل، لا لاسيتود، الناس عيات ولا سيما في الأوساط الشعبية، وأمر مفهوم، يعانون من هما محجورين طول حياتهم في ظروف العيش، مقهورين كيعيشوا في البراكات وفي الابياء في البيت كيتقاسم في عائلات متعدده في ظروف صعبه، وبالتالي وتزيد عليهم وكيشتغلوا يعني كيجيب لهم الله كيمشي واحد يدير بيع واحد شي بيع وشريا، ولا يمشي يدير شي حاجه، ولا يمشي يدير شي خدمه في النهار، ولا يعني واحد العدد ديال الفئات لهشا اللي ما عندهاش القدره ديال المواصله ديال هذا، رغم المساعده ديال الدوله اللي فيها حتى هي بعض الهفوات. هذا الشيء اللي جعل ان مباشره بعد البارح اتخذ واحد القرار لتخفيف من هذا، بحيث سمح لجل المقاولات
مش غادي تستأنف النشاط ديالها مباشرة من بعد عيد عيد الصغير. إذا إلى صح التعبير قسمنا الصبر على زوج كما كيقولوا الفرنساويين، ونا بارتاجي لا بوارون دو. ما هو تمديد؟ ما هو رفع التمديد بين بين؟ وكنظن هذا التعامل المرن البراغماتي، لان هي السياسه ولا بحيث ماشي السياسه بصفه عامه. لما الانسان المسؤول كيدرس وكيتاخذ قرارات في بخصوص واحد ظواهر اجتماعيه اللي صعيب باش نتحكموا فيها، وصعيب باش نعرفوا الاليات والعمق ديالها، الميكانيزمات ديالها. فاش خصك تلقى واحد لا سوبليس باش كيمكن لك واحد، ماشي المرونه ديال واحد، باش يمكن لك تكيف مع الاوضاع وتقلل من الخسارات. وكنظن هذه الطريقه ديال التعامل، وهذه الطريقه ديال التعامل لاحظناها قبل القرار. ان مثلا جميع كنلاحظوا في كثير من الاحياء الشعبيه ما كاين لا حجر ولا يحزنون. الامور الناس كيمشيو للسوق عاديه، الحوانت مكتظه، ازنقه غير الصباح هذا مشيت انا درت واحد الجوله بالسياره، مشاو داك الناس اللي كيتلقاو المساعدات كيمشيو لهم هذوك سميتو كما شرتي الاستاذ هو ان السكن الغير لائق والهشاشه تتصعب من الحجر الصحي. اكيد هي ما سمعتش الكلمه الاخيره السي عبد الله. الهشاشه والسكن الغير لائق تتصعب من الاجراءات ديال الحجر الصحي. تماما. اذا هذا هو الاشكاليه. وعلاش كاين حاجه اخرى اللي جعلت ان كنا كنلاحظوا واحد بدال الانخفاض ديال العدد المصابين، ولكن ما بقاش ديك الانخفاض مستمر 3 ايام 4 ايام ومن بعد كيطلع. دونك علاش طلع لينا؟ كاين واحد اللي كيسميوه البؤر صناعيه، بؤر ديال في بعض الاحياء، هذه اللي كنتكلموا عليها. وبالتالي ولكن مهما يكون من الامر ما غاديش نمدوا الى ما لا نهايه. غادي يجي واحد الوقت وكذا يدخلنا في هذا الاخر نتعايشوا مع هذه الجائحه الى حين وجود ايجاد حل حيل. وهذا الحل اما عبر يعني الفاكسان اللقاح او الدواء. بالطبع الدواء بعيد، ولكن اللقاح في احسن الحالات فيما تم في نهايه سنه 2020 في احسن الحالات. رفيق اسمح لي، واذا بناء على هذا الشيء دابا اللي قلتي لينا نتايا هو ان هذه المده اللي غادي نزيدو ديال 3 اسابيع ما غاديش يكون فيها واحد التغيير كبير، غتبقى الامور النمطيه اللي هي فيها. من بعد حنا خصنا نحاولوا نتكيفوا مع هذا دي كونفينمون. خاص المواطن، كاين شي بلدان ما داروا لا حجر ولا والو وتوفقوا، ولكن المواطن عندهم ظروف العيش والتكوين ديال المواطنين، واحد العدد ديال الشروط متوفره. وبالتالي يكفي تقول الانسان الله يخليك دير قبل ما تخرج دير الكمامه ودير التباعد وغسل يدك صافي الامور تحل. حنا مع هذه الظروف ماشي ما متوفرش. اشكال ثقافي اشكال ثقافي وحتى مادي مثلا الكمامات ماشي في متناول اي واحد. ولكن الا سمحتي باش يشري كيلو ديال الماتيشه ولا يشري الكمامه غادي يمشي يشري كل الماتيشه. انا زعما حساب، وهذا تصرف عقلاني يعني من ناحيه الاقتصاديه تصرف عقلاني سي راسيونيل. الواحد حاجيات عاد ماشي يشري الكمامه ماشي يشري الماتيشه. هذا ماشي راجل عام غير ولا ماشي يشري خمس. كاين واحد الملاحظه، هو كما حنا نيت غادي نفهموا هو انه مشكل ديال الوعي. مشكل انا كنعتبره مشكل ديال الوعي. واش فعلا هذا المشكل ديال الوعي؟ لانه كاينين واحد الناس اللي عندهم الكمامه كيديروها ولكن ما كيديروهاش، كيخليوها معلقه في عنقهم. هذا مشكل ديال الوعي اكثر من انه يكون مشكل اقتصادي. عطاهم المثال رئيس الحكومه دارها في ودنيه وكيشوفوا. انا هذا غير ما يعني حقيقه، لان علاش باش الانسان ربما خصنا نتعمقوا في هذه الدائره السوسيولوجيه.
لان الناس أيوة. تعودوا على هذا النوع ديال التعامل مع القانون بالاحتيال. وكيعطيو المثال ديال لا سانتيغ دو سيكوريتي ديال الطوموبيل، ما كاين الواحد ما كيمشيش في حزام السلامه انه راه مصلحته ذاتو اعتبرها بان فقط لي الغرامه، تيشوف غير الغرامه باش ما يخلصش الغرامه، وبالتالي كيديرها غير بواحد الشكل مقنع، واحد باش حتى كيقرر مثلا شي مراقبه عاد هكذا. انا غنسمح 50% ديال الناس اش تصبح ما تجولت بهذا الشكل هذا، كيديروا اما كيعلقوها في عنقهم ولا كيديروها تحت النيف، في حين ان المعلومات العلميه كتقول بان المكان يعني اللي هو حقيقه حساس بالنسبه للتسرب ديال الوباء هو دي من النيف اكثر من الفم. اذا كانت يعني شي بلاصه واحد خصو يخبعها، مع الملاحظه وقلتها بالامس ولكن لابد نكررها، وهو ذاك الكمامات اللي داروا 8 سنتيم ماش صالحاش. وجميع عند مشيت انا عند الصيدلانيين اصدقاء ذوي يعني ماشي ذوي الخبره وذوي هذا كيقول لك شي ما صالحاش، علاش كيديروا واحد التجربه كتشدها كديرها وكتاخذ سميتو واحد امريكي ديال العافيه ديال باش كتسال كتصوت فيه، الا تتفادى داك البريكي صافي دير هذاك الكمامه ما صالحاش. في حين انا درتي ديال 4 دراهم ولا ديال 6 دراهم هذه كتشوفها بين الناس، هذا الشيء ماشي معقول. ما يبيعوناش المسائل اللي هي ما تصلحش، لان فيها اولا مغامره بالحياه ديال المواطنات والمواطنين. اذا بغينا اذا بغينا نقولوا عند الرخصه تخلي نصو اذا بغينا نقولوا هو انه من مورا هاد 3 ديال الاسابيع اللي غادي تدوز غادي نلقاو نفس المواطن اللي تكون فينا هذه واحد 3 شهور واحد شهرين ونص بحال هكذا، يعني ما كاينش واحد ما ولكن كنظن كنظن شوف هذه استاذه صوفيا، هاد الوقت هذا اللي دوزنا ديال شهرين تقريبا تعلمنا فيه الشيء الكثير. حتى ذاك المواطن اللي كان ماكش كاع كيصور شي مره يدير شي كمامه ولا هذا، باش الناس المواطنين المغاربه المسلمين يتقبلوا واحد العدد ديال الاشياء، يتخلوا مثلا على صلاه التراويح، يتخلوا على هذا، وتغادي يتخلوا على صلاه العيد، يتخلوا على صلاه الجماعه، صلاه ديال الجمعه، الى يتخلوا على حريتنا. يعني احنا ماشي احرار، لان احنا مقيدين يعني تحت الحراسه النظريه، لان ما بقيناش ما يمكنش تخرج بحريه، ما يمكنش تمشي تحضر في الجنازه ديال صديق ولا ديال واحد من العائله، ما يمكنش تمشي تشوف والديك اللي كانوا بعاد ولا اصدقائك اللي كانوا بعاد. هذه راه هاد الوضعيه هذه اللي كنعيشوا خطيره وخطيره للغايه، وقد تكون يعني التجربة جماعية بالنسبة لنا كلنا، كل واحد كيستفد منها. وعلى سبيل المثال أنا بالنسبة لي كنحاول ما أمكن باش ننسال الحجر الصحي من خلال التحرر الفكري، يعني رفع الحجر الفكري على الأقل. الفكر ما حتى واحد ما كيمنعنا، حتى واحد ما كيقول لك ما حبس ما تفكرش، على الاقل كان عندنا الحريه ديال الفكر، ما وعندنا الحريه ديال مساءله ذواتنا. توقف كتشوف كدير الرصيد ديال حياتك، كتشوف كتفكر بصفه فلسفيه ولا بصفه طوبويه ولا بصفه خياليه على مستقبل العالم، مستقبل بلادك، مستقبل الناس، كيفاش غادي الشيء يعني واحد الشكل. لان هذا ما قلتها في التقديم، لم يسبق للانسانيه أن عاشت، ماشي غير منذ قرون ولا لم يسبق للإنسانية أن عاشت مثل هذه المرحلة. تخيل علماء مستوى رفيع كيكتبوا اليوم شي حاجة وغدا كيكتبوا العكس، يعني عهد اليقينيات قد ولا ما بقتش اليقينيات، وحتى الفكر يعني لكن سي عبد السلام اسمح لي قطعتك. فعلا فعلا الجرح غائر الان، لا وطنيا ولا عالميا، وكما قلتي كاين ازمه عميقه جدا. الاشكال هو هل استوعبنا الدرس وطنيا وعالميا، ام ان غادي نساليو هذا الحجر الصحي وغادي يخف عدد الاصابات وغادي نرجعوا
للرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية والخصاصة لا، هذه المفارقة اللي مازال ما يمكنش نجاوبك عليها بصفة نهائية. متفق معك الآن، هذه زوج ديال السيناريوهات. خلي المشكل ديال المعالجة ديال هذا ما كيتجاوزنا، المعالجة ديال الجائحة ديال الوباء، زوج سيناريوهات ديال التطور مطروحين وكلاهما قابل للاحتمال. كاين سيناريو كما قلت السي عبد العالي وعن حق، ان اللي كنسموه حنا بالعربيه ستعود حليمه الى عادتها القديمه. غادي يوقع ما الناس اللي كي النظريات ولا الناس اللي كيقولوا بهذا الاتجاه كيعتمدوا على بعض المعطيات التاريخيه. ما حدث مثلا في بعد الازمه ديال 2000، حتى لا نسير بعيد، ما حدث من بعد الازمه ديال 2008، ما حدث من بعد لابيست اسبانيول يعني ديال 1918، كيقول بان راه كيكون واحد الوعي، واحد الشعور، وكل الكل كينادي بالتغيير وبهذا، ونعود الى القيم الانسانيه. وبمجرد ان الامور تعود الى وضعها، سنستمر وكأن شيئا لم وبدات بعض الاتجاهات. وكاين اتجاه اخر كيقول بان حتى هو بان الازمات هي ليست بالضروره، يعني لا تفتح المجال بالضروره الا تأزم الاوضاع، بقدر ما تكون فرصه للقيام بواحد القفزه نوعيه في تحسين الاوضاع ديال البشر. وانا شخصيا يمكن طب انت ولا ربما كنا هنايا في هذا، اننا كمناضلين نؤمن بواحد العالم، بواحد المنظومه القيميه، بواحد النظام، التفاؤل ومتفائلين، نحن نميل لهذا الاتجاه الثاني. ولكن ما غاديش يجي هذا الاتجاه الثاني، ما غاديش يجي فقط غادي تنزل به الشتاء. هو نتاج ديال الوعي ديال الناس، ديال اليقظه ديال المواطنين، ديال القرارات ولا الانضباط ديال القوى السياسيه التواقه الى التغيير، والى ماشي انتهاز الفرصه، الفرص كلها خصها تنتهز. ولكن حاليا الأوضاع يعني الظروف متاحة، ما دام الجميع ينادي يطالب يدعو إلى نظام جديد، يعني نظام ماشي نظام ماشي نظام ديال التغيير، ولكن كل شيء كيقول بأن راه الإنسان هو اللي كان وراء هذا الشيء، وغادي نرجعوا ربما في النقاش هنا، فناخذ الناس على قولهم، على ما يقولون. ونقول لهم إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، ها هو الوقت. ياك بغيتونا نديروا الدولة اجتماعية وطنية، بغيتونا اقتصاد وطني، بغيتونا نصنعوا البلاد، بغيتونا نديروا تدبير عقلاني للموارد، بغيتونا نحاربوا الفوارق الاجتماعية، بغيتونا نحاربوا الفقر، بغيتو نحسنوا مستوى التعليم، جودة التعليم، بغيتو نعموا المستشفيات وتكون مستشفيات، يلا سيدي. وكونوا يعني أوفياء لما أعلنتم، لما تعلنون به. وراه السي عبد العالي راه ما يمكنش الإنسان، قال لك الدير كدوز عليه من روح ده. راه ما يمكنناش دائما نسكتوا الشعب المسكينات. وإلا ماشي والا ماشي ما نح... لا نؤمن ب اليوم راه اليوم راه اليوم دابا مثال بسيط. في جدال مع بعض الاصدقاء اللي كيقول لك انت الطوباوي ولا شي حاجه، ولا انت ما هادشي راه القوه ديال الراسماليه. انا لا استهين بالقوه ديال الراسماليه النيوليبراليه العالميه، ماشي احنا ما كنتكلموش على الصعيد الوطني، على القوه على التغيير. يعني باش نكون واضحين، حنا في زمن العولمه،
الطين ما يمكنلوش يحدث في بلد واحد، لان هذا هو اللي يعقد الامور. أكيد. وهذا النقاش ديال التغير، واش بلد واحد ولا ماشي بلد واحد، نقاش طويل يرجع الى بدايه القرن العشرين، لما كانت النقاش مع اساسا ما بين لين وما بين تروسكي، واش الثوره خصها تكون وطنيه ولا تكون عالميه. انا كنظن الان يعني الطروحات ديال تروسكي عندها واحد النصيب ديال الصح، نتقيم جميع المحاولات ديال التغيير ديال على مستوى بلد واحد لم تعمر طويلا، لان ما يمكنلكش تصمد امام ماشي بعيد. وكنذكروا ما حدث باليونان، طلع اليسار ولكن الله غالب، طحنوا الرأسمال المالي، الديون ما واش غادي ما ومات في الاخر دخل اللمول كما كيقولوا الفرنساوي، يدخل في الصف، ما عندوش اختيار. ولكن الا كانت حركه، لو كانت مثلا ذاك الحركه ديال مناهضه العولمه الموفمون انتر مونديالست، كانت في وكان بدا مزيان، ولكن طرح لان ما عندوش النفس. والمساله ديال التضييق عليه بزاف، تم التضييق عليه بزاف هذا وكان مزيان، كان في المثقفين الكبار وداك الشيء كيساهموا، تم التضييق عليه حتى في المغرب، تم التضييق على هذه الحركه ديال واش الناس يتوالفوا البزوله غادي يتخلوا عليها بسهوله، والناس اللي كيعيشوا بالريع والامتيازات غادي يتخلوا عليهم غير هكذاك بقدره قادر؟ ابدا. المشكل ديال خاص يكون الضغط، النضال المسؤول، يعني إذن فعلا احنا اليوم امام فرصه حقيقيه باش نخسف هذا البخور، ان الامور الموضوع شائك. وما كان مسند الشباب واخا ما كيبان ما مسيش على حسب المعايير ديالنا حنايا ديال السياسه، ولكن مسيس سيس. هادشي اللي بان في زولترات دابا في التيرانات، وهادشي يعني لا احنا كنتكلم على الصعيد العالمي. شوف غير ذاك الشابة السويدية اللي حملت المشعل ديال يعني، وربما غادي يكون موضوع ديال النقاش ديالنا ديال البيئة، توفقت في موضوع اللي فشلوا فيه الدول الكبرى. صحيح. ولات دابا كتمشي في مهرجانات في الأمم المتحدة ولا في مختلف المنتديات انستار، والشباب معاها تابعينها. ولكن جات واحد البلاد السويد اللي متقدمه فيما يخص القضايا البيئيه الى غير ذلك. واحد حنا تما راه الان في شي بلدان، الواحد اللي كان كيكمي ورمى ذاك البقايا ديال الكارو في السرقه، راه عند واحد البروسي كيخلصوا عليه تصور. والشيء هذا هو الوعي كينمو. وكنظن وباش هذه الجائحه يعني هي ازمه عميقه، ولكن غادي تخلي يعني لي تراس ديالها، الاثار ديالها. وهذه الاثار غادي تدفع بينا باش نعيشوا بعد الخروج من الحجر، نعيشوا ما يمكنش نقول يعني اسمي يكون متحفظ، ولكن على الاقل عامين صعبه للغايه، 2021 2022. ولكن واخا عامين صعبه غادي نعانيو منها كشعب وكشعوب ديال العالم ربما، ولكن بدون شك ان هاد المعاناه غادي يجي غادي تنتج تحولات، واحد التحولات عميقه. والانسانيه هذا مقوله ديال كارل ماركس، كيقول لك الانسانيه تتطور دائما من خلال جانبها السلبي. ما كيكونش التطور يا غير تشعل الضوء تلقى كلشي الناس الدنيا من وراء ورود تصبح تقول صافي الامور تغيرت. ابدا، راه السيروره التاريخيه يعني.
أكيد. وسير وفي التاريخ وحدة القياس ماشي ساعة ولا عام ديال المكانة ولا عام ديال الزمان. في التاريخ وحدة القياس هي 5 سنين 10 سنين، لأن احنا وي في واحد الأرض اللي فيها تمواج هذه على الأقل واحد 500 ألف سنة ولا 300، من يعني ظهر أول إنسان على وجه الأرض. أما وجود الأرض راه ملايير ديال السنوات، وحتى الانتقال من مرحلة لمرحلة تاريخية سي 50 عام 100 عام 200 عام 300 عام. صحيح. من النظام الإقطاعي للرأسمالية راه ستتطلب الأمر 3 القرون. من والناس كيقول لك الاشتراكية تعطلت، ما مشيت تعطلت راه ما يمكنش، ما زال ما الولادة باقي شروط 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 اللي كتكون الولادة شروطها مبكرة. راه راه الاشكالات سي عبد السلام، راه كاين اللي تيروج لان الاشتراكيه انهارت بانهيار الاتحاد السوفيتي، ما تيميزوش ما تيميزوش ما بين الفكر، العقل ديالهم ما تيميزوش ما بين الفكر اللي هو الاشتراكيه كفكره اللي باقيه حيه وباقيينها احنا الان في هذه الازمه. العالم كله مجمع على ان الاختيارات كلها هي من صلب الماركسيه ومن صلب الاشتراكيه. احنا الان كل شيء الاشتراكيه راه في قلب الراسماليه المطوره. وي لان علاش الاشتراكيه كما في الراسماليه زادت من الاحضان من ديال الاقطاعيه. الاشتراكيه راه كاينه دابا في الكرش ديال الراسماليه كتمخض، وهي اللي تكون والده الراسماليه. وهذا كاين بعض القضايا ديال الراسماليه الاجتماعيه ما بين المزدوجتين هي في نفس الوقت اشتراكيه. الضمان الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، المساهمة ديال الناس في المعامل لي كوميتي دونتربريز، ما هو موجود في دول أوروبا الشمالية اشتراكية تقريبا في المرحلة ديالها القصوى، فاش كتلقى مثلا الفرق ديال الأجور ما بين الوزير وما بين العامل تقريبا يكاد يكون منعدم، والناس عايشين في واحد المستوى نفس المستوى ديال العيش. والسعادة الحمد لله عامة وماشي بالماديات، بنمط الحياة، لأن هذا هو ربما الإشكال. الإشكال اللي كان هو هذا النظام اللي عشناه مع الرأسمالية المتطورة. أنا ما بين أونترنور الرفاق وقلت دائما ما كنبغيش كلمة المتوحشة. علاش ما نبغيهاش؟ ماشي لان الاختيارات ماشي علميه، مثلا كيقول لك يا صفه ديال الاختيارات هي ماشي متوحشه، هي منظمه. لان المتوحش هو سوفاج، هو شي واحد ما كيعرفش اش كيدير. هاد الناس راه ما عارفين اش كيديروا، عندهم مخ. صحيح صحيح صحيح. راه هنا هنا راه متفق معك. انا شوف باش كنقول لك انا لا غير صفه كلمة متوحشة، وكنت مع حتى مع متفق معك. هادشي هادشي اللي قلتي كلمة متوحشة ومش ماشي سليمة. غير هادشي اللي قلتيها سي عبد السلام، هو حتى الى خدي نعطيك غير واحد الجزئية بسيطة. قلتي ان الرأسمالية منظمة، هي مسألة حتى في الجائزة دابا مثلا جائزة ديال النوبل، جائزة ديال النوبل، ان في الرأسمالية دائما تي تيغلبوا. قرب عندك اخويا شويه الميكرو ما كنسمعكش مزيان. قلت لك واحد الجزئيه، قلتي بان الراسماليه منظمه ماشي متوحشه. فعلا حتى على مستوى الوعي، حتى على مستوى الوعي العالمي، راه مثلا في المخيال فاش نقولوا جائزه نوبل مثلا هي اكبر جائزه اللي كاينه دابا في العالم. تنجيو ان المنظرين والخبراء في الاقتصاد اللي تينظروا الراسماليه هما اكثر عددا من اللي تياخذوا جائزه ديال نوبل. يعني تيلعبوا حتى المخيال ديال المتلقي بان راه الراسماليه هي اللي تنتج العلماء، تنتج الخبراء، تنتج. ونزيد لك الراسماليه العالميه ولا كيخطوا الامور ديالهم. نعم. عندهم التخطيط. نعم. ماشي التخطيط القصير للمدى، كيخطوا على 50 عام. صحيح صحيح. الان تقرا التقرير ديال اخي، التقرير ديال 2020 راه كاين في الميل، كاين في المواقع في جوجل. التقرير ديال 2020 ديال السيا مركز المخابرات الامريكيه، علاش كيتكلم؟ كيتكلم على العالم في 2050. هذا الوضعيه الحاليه اللي كنعيشوا فيها،
تكتب فيها كتب وكتابات في 2003 تقريبا. هذاك الشيء اللي كان متوقع، بمعنى ان حنا كيقولوا لنا لا لا انتم ما تخططوش، الله يخليكم بعدوا على التخطيط، راه ما بقى ما يتخطط وماشي يبقاو يخططوا غير هما، حنا ما نخططوش باش حنا نكونوا نبقاو تحت رحمتهم. لذلك وجب هذا هنايا كاين ضروره اننا كشعب ناخذ مصيرنا بين ايدينا. ما حكى جلد كمية ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. نعم. ما يمكنش نعتمد على الآخر، ما نعتمد إلا على قدراتنا. وهذا الشيء كان مكتوب في واحد، ربما إن شاء الله نهار الجمعة غادي تكون عندنا ندوة حول تخليد لذكرى 38 لوفاة السي عزيز بن الله رفيقنا. نعم. وبمناسبة مراكش أشكر يعني حقيقة منظمة الطلاق، يعني نأخذ كشعار ديال المنظمة هو الصورة ديال عزيز بلال. حقيقة هذا أحسن يعني أكبر يعني خدمة يمكن إنسان، ماشي خدمة، اعتراف، ما أكيد اعتراف لأن هذا الرجل كيقول لكم. وخذ واحد المقولة ديال الكاتب الاقتصادي بدا بها، الماء بغي يعالج مشكل ديال التمويل، الفينونسمون ديال التمويل ديال الاقتصاد ديال وكان داك اول جمله قال لك كابيتال از ميد ات هوم، يعني الراس مال خصو يدار محلي. لان علاش الا اعتمدت على الراس مال الاجنبي بشكل مفرط، ولا اعتمدت على الاستثمار ولا هذا بشكل مفرط، هذاك الشيء بحال المحلومه شي مرات تلقاو سبحوا ما فاقوا. اه وانتم سبحوا وي شو غادي تقول نبقاو صحيح. حنا نفس التجربه، راه مثلا هذا الشيء ديال صناعه السيارات اللي تنقولوا حنايا صناعه السيارات، راه سبق لينا عشنا نفس التجربه مع 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 فيات اونو، مع واحد يعني تنعاودوا، ولكن ما صنعناش، ما استفدناش من ما ولاش المغرب تينتج، يعني دار اعاده يعني توطين هنايا. ربما هذا الشيء درت انا قبيله كنفكر كنشوف ما يسمى بالمهن العالميه حاليا. شنو هي المهن العالميه؟ المهن العالميه اللي كاينه الان هي الاقتصاد الاخضر ليكونومي فيرت وي مع ليكونومي سيركولير، مع معالجه النفايات. هذه هي الروسيكلاج، الترونسبور ديرابل، النقل المستدام، السكن المستدام، واحد العدد ديال حنايا دابا كنقول واش نشوف حنايا دابا الوقت اللي انتاج السيارات صح متجاوز. حنا يلا كنديروا وصلنا السياره كندخلوها في خانه ديال المهن العالميه وبنفس الطريقه القديمه، بنفس الطريقه هاتي جيب انستالي المشروع وسير. اور هذا باش ان هاد الازمه ديال كورونا كتعطينا الفرصه سانحه لربح الوقت، الزمن ضائع باش ما نبقاوش تابعين الدول المتطوره مراها بدعوة تحت الوهم ديال اللحاق لغة تخباج. راه عمرك ما عمرك ما شدوهم والو سيد سيد، ولكن يمكننا نشدوهم الى عرفنا من نقطعوا الطريق وي وما مثلا داروا حنا ما ندوروش نمشيو ديريكت وي وهذا باش نمشيو ديريكت ممكن الى مشينا في هذا الاتجاه اننا نستافدوا من هذه التجربه ديال النمو اللي عرفته البشريه وهذا الشيء ونمشيو للقضايا الأساسية. نعم. اللي كتهم الشعب، اللي كتهم الحاجية الاقتصادية، نرجعوا إلى يعني المؤسسات اللي فوندامونتو الأساسيات ديال الاقتصاد. نعم. وهو الاعتناء بالإنسان أول وقبل كل شيء، وما نبقاوش نجريو مور الإنتاج لو برودكتيفيزم. وي هادشي راه خطير دابا حنا سي عفاك
سيدي صديقي، عافاك. دابا حنا كما قلت لنا، هي هاد كورونا هذه هي فرصة، فرصة من أجل واحد الفرصة ديال الوقوف، من أجل أننا نراجعوا بزاف ديال الحوايج. دابا حنا في واحد الأزمة، ومازال هاد الأزمة على ما يبدو أنها غادي تكون مازال طويلة كما قلتو. كيفاش البلاد ديالنا المغرب على الخصوص أنه يخفف من انعكاسات ديال هاد الأزمة من في هاد الأوقات اللي جاية؟ خاصة كيفاش بسوء؟ الأطفال. دابا حنا عندنا فرصة، عندنا فرصتين. في الوقت اللي كانت بلادنا كتهيأ إلى نموذج تنموي جديد، جات لنا واحد راه هدية من السماء. نعم صحيح. باش حتى اللي مازال غافل، حتى اللي مازال غافل بفعل. ما عنده يفيق شوية من القلبة. ونرجعوا هذا النموذج التنموي خصو يستوعب هذه اللحظة اللي كنعيشوها، وهذه المأساة الاجتماعية تراجيدي سوسيال تراجيديا، باش حقيقة نبلورو واحد العدد ديال الأهداف نبيلة وإنسانية. نحميو بلادنا، نحميو شعبنا، ونحميو الموارد ديالنا والتراث ديالنا، لا الثقافي ولا الطبيعي ولا يعني اللامادي بصفة عامة. وراه كيمكننا حنا هي الاختيار، فاش كاين زوج اختيارات. واش بغيتي دير شعب سعيد، ولا بغيتي تلبي الحاجيات ديال الناس اللي كيراكموا الاموال، 10% ديال البشر ولا اقل من 10% اللي كيديو لنا الحصيصه. هذا اختيار حضاري سيفيليزاسيونيل، واختيار سياسي، واختيار طبقي. احنا بغينا الاختيار اننا اللي كيهمنا هو خصنا نسعد الشعب المغربي، نوضع حد للمآسي الاجتماعية، نوضع حد للفقر، نوضع حد للنهب الثروات بدون رقيب ولا حاسب، نوضع حد المواقع ديال الريع وديال الربح السهل، نوضع حد العلاقات غير متكافئة ما بين بلادنا وما بين الدول الأخرى كيديو لنا الخيرات ديالنا. على سبيل المثال، حنا عندنا مشكل ديال الماء، وكنبيعوه للمطيشة ولا اللي كتستهلك أكبر مادة كتستهلك الماء، كنبيعوه لهم بزوج سلطي، وكيبيعوا لنا القمح بثمن، وكيبيعوا لنا المواد التجهيز بثمن، المواد النصف مصنعة بثمن، الكماليات بثمن. احنا ما احتاجناش الكماليات في هذه الظروف. هذه نعم مستوانا ديال التطور لا يسمح لنا بذلك. انا كنظن الا كان شي ليميتي دافونيغ، ماشي ما تكون، ماشي انني اميل نحو البؤس ولا ماشي جو سي با ميزيرابيليست، يعني انني لا، ولكن الموضوعية، وهو إنتاج معمل في المغرب ديال إنتاج الدراجات. نجيو البسكليتات ونعاودوا التهيئة ديال المدن ديالنا باش نديروا ممرات للشباب بالدراجات، والتلاميذ يمشيوا بالدراجات يقراوا. هذا وسيلة ديال النقل المستدامة، ونكثروا من الحافلات الكهربائية، ونقويو بدل نقويو النقل ديال السكك الحديدية يتعمم في المغرب. هادو أوراق كبرى نشتغلوا فيها، هذا الشيء متأكدين. إلا كان هذا الشيء، سي عبد السلام، أنا حسب تصوري، إلا مشينا في هذا الاتجاه من دابا 20 عام، على أكبر تقدير المغرب غادي يصبح كيتصنف من بين البلدان 20 الأوائل في التنمية البشرية. حنا ما يحتاجوش، ماشي بالضرورة باش نزيد في الإنتاج، هو الدول الخليج
راه من بين البلدان الأوائل في الدخل الوطني، في الدخل الفردي. واش اش دايره؟ الو، مشيت انا لمكه، تخرج من الحرم ما عندهم لا تطهير والمدن الصافيه والديور الصافيه. في وسط مكه ماشي زعما الانسان يكون، في حين ان عندهم وكي ذاك البركه كي سميتو ترامب تيقايضهم كيقول ما اذا بغيت نحميكم. على الاقل ترامب عنده واحد المسألة صريح، كي بغيتو الحمايه المظله ديال الامريكان وراه الفلوس خلصوا عليها، ما عنده حتى شي حاجه في البركه. رفيق سي عبد السلام، بدون دبلوماسيه يعني حقيقه هذا يعني هكذا، وهذا الشيء سميتو نعطيو الاسبقيه الضروريه. الانتاج ما هو مفيد، القيم الاستعماليه ماشي القيم التبادليه. هنا 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 سي عبد السلام، غير نذكروا المشاهدين بواحد الاختيارات اللي كانت خاطئه وفاشله، مثل مثلا طاح الزرع، الثمن ديال الزرع في العالم هبط الثمن ديالو، جينا حنايا قلنا وراه الثمن ديال الزرع راه ناقص، اش غادي نديرو؟ ما غاديش نديرو يعني نزرعو الزرع، هل نديرو زراعات بديله؟ مع العلم ان الزرع هو ماده اساسيه بالنسبه للمجتمع، الامن الغذائي وما الى ذلك. هو السي عبد العليم، اسمح لي انا موضوع شويه اشتغلت فيه، انا درت الاطروحه ديالي في الاطروحه ديال الدوله درتها على الراسماليه الزراعيه، وحنا عشنا في الفيديو كنعرف. هو داروا حساب ديال المحاسب. هذا هو. ما داروش الحساب ديال الاجتماعي. كاين الحساب لو بلو، كاين لو كالكول كونطابل، كاين لو كالكول سوسيال. وهاد لو كالكول، هاد المحاسبه الاجتماعيه راه ما تيديرها غير السياسي. خاص لا خاص ايه، ولكن خاص المحاسبه، ما داروش المحاسبه الاجتماعيه. انت شوف هو غير ثمن الشعير ولا ثمن القمح واش ثابت ولا طلع، ولكن ماشي راه ما كاينش غير القمح، كاين الشغل ديال الناس. كاين العمله الصعبه اللي كتمشي لنا، وهي اساس الشغل. كيوفر الشغل. علاش دابا عندنا البطاله في العالم القرار؟ لان ما بقاتش الانشطه. البطاله، في حين اننا كان احنا رحنا كون طورنا زراعه الحبوب وواحد والقصب السكر باش نديرو لكم عندنا الاكتفاء الذاتي، كون احنا ربحنا 30 مليار ديال الدراهم. راه كيكلفنا هادشي 30 مليار في الشهر، في السنه عفوا. هذا دونك هذا هو كاين لا لوجيك، منطق الحساب المحاسباتي، وكاين منطق المحاسبه الاجتماعيه. والان في واحد العدد الان كاين واحد البلد كان بلد ضعيف ووضع حد المحاسبه الوطنيه حسب الامم المتحده، خذ المعايير هذو، المعايير الاجتماعيه، باش يخلق واحد الناس. حنا اش غنمشيو نتعاندوا نقارنوا راسنا في الدخل الوطني مع امريكان ولا مع اليابان ولا مع السعوديه ولا مع الامارات اللي عندهم 300,000 ديال البشر وعندهم البترول كيهبط داك الشيء. حنا نخلقوا نمط ديالنا ديال الحياه اللي كيناسبنا. قال لك البس قدك يواتيك. واش نمشي نقلد انا واحد اخر؟ وخصني انا نخلق نموذج اللي باش الناس يستافدوا مني. راه ما كاينش ما صعب هو تقلد الاخر، التقليد. لان التقليد راه معروف في الاداب وفي كل شيء، الا قلدتي ما بقاش ابداع. الذات مشات حتى الذات صافي مشات. الابداع معناه انك خصك انت تبدع شي حاجه من التربه ديالك. وعلاش حنايا هزمنا مثلا؟ واش لما حررنا بلادنا ونضنا ضد الاستعمار قلدنا شي واحد؟ لما عبد الكريم الخطابي قاوم بشده بامكانيات محدوده ما قلدش واحد، بالعكس الناس اللي قلدوه الفيتناميين هما اللي قلدوه. صحيح قالوا هذه تجربه مفيده وماشي من خذاها، قالوا هي الحرب العصابات. حرب العصابات باقي تتقرر واحد اكتشف هذا الشيء بعبقريته وبعبقريه الريف والناس تجربته، قال هذا هو المصلح. والمناخ سميتو مع التضاريس ديال الريف فيها الجبل، دوك اضرب وهرب. هنا الرفيق العزيز، غير باش نرجعوا للمساله الرئيسيه، هي هادشي اللي تقولها هي كاينه الثروه، كاين العقول اللي تفكر موجوده، كاين كلشي، كاين الثروات الطبيعيه،
انا تنظن بقات هي المشكل ديال الاراده السياسيه. هل لدينا الاراده السياسيه يعني الاستفاده من هذا الدرس ديال الازمه ديال كورونا؟ انا كنظن وخصوصا الاراده السياسيه كاينه، ولكن الاراده السياسيه السياسيه كاينه، خاص الشروط الذاتيه تكون متوفره في المحيط الاجتماعي. كنظن ما بغيتش نفسر اكثر لان باش من هكذا بغيت نبقى في هذا الفورمول جينيرال، هذا التعبير، ولكن كنظن كنظن ان الفكره واضحه عند الناس. واضحه. وهذه الشروط الذاتيه يعني في المحيط، دور الاحزاب السياسيه والمنظمات والفعاليات المجتمع المدني اللي كتامن بهذا التوجه باش تسهل الماموريه. وانا عندي يقين انطلاقا من اني من تجربتي المتواضعه واحتكاكي بالعدد ديال الاوساط، ان الظروف ملائمه جدا، ولكن هذا الشرط هذا خصو يتوفر حمايه الاستقرار بلادنا. نعم، لتمر الامور بسلاسه. اكيد اكيد سيد الدقيق، باش نرجعوا واحد شويه للسياق العام اللي هو ديال، بغينا نعرفوا كيفاش غتكون كيفاش هي الوضعيه بعد الحاليه ديال الطفوله ديال الاطفال، كيفاش هاد الاطفال قدروا انهم يعيشوا في وسط هاد الازمه هذه اللي كاينه اليوم، ما فاهمينش هما بعدا شنو كاين وشنو هي التداعيات ديال هاد الازمه هذه على النفسيه ديال الاطفال اكثر. وحقيقه مع الاسف انا على ما يبدو قريت غير اليوم واحد الجريده يعني لما نسميها اجنبيه بالطبع، واحد العدد ديال الاطفال تصابوا باضطرابات نفسيه. لان حنا الرجل يعني اللي كيكون انسان تيكون رجل ولا امراه اللي تيكون بالغ وعارف كيكون واحد مر واحد المراحل كيكون شي حاجه ما عنده المناعه باش يواجه القدره القوه باش يواجه هذه الاوضاع. الاطفال اللي كيعانيو مثلا غير يكونوا انهم يتلاقاش مع صحابو اللي كان موالف كيتلاقى معاه في المدرسه ولا يلعب معاه في الشارع ولا شي حاجه، كيتصاب بالكآبه. ومع كامل الاسف ما عندناش حنايا هذا التتبع ديال الاطباء النفسانيين ولا باش يرافقوا هاد الاطفال هذا. لذلك خصنا نخلقوا لهم الظروف ونخرجوا من هاد نخرجوا من هذا من هذه الوضعيه ونسرعوا نشتغلوا. هنا مع كامل الاسف ما عندناش الطفل ولا ما كناخذوش بعين الاعتبار الحاجيه ديالو، فضاءات يعني اللعب والترفيه في الاحياء وداك الشيء ديال القرب. كنتكلموا على ملاعب القرب، ولكن ملاعب القرب ماشي فقط للكبار، خاص كذلك فضاءات ديال الاطفال. والطفل راه يعني مقدس، لانه هو الطفل هو المسؤول الغد، خصنا نساعدوه ونربيوه على واحد العدد ديال القيم نربيوه بالطب. ولكن من نربيوه القيم خصنا نخلقوا له الظروف. متفق معك انا ما عنديش يعني معطيات، ما عندناش معطيات في المغرب حول مثلا عارفين بان شي كذا تقريبا شي 500 وشي حاجه ديال الناس اللي ديال الاطفال بعدين يمرضوا اللي تصابوا بالكورونا. من حسن الحظ ان العدد فيهم قليل اللي سي عبد السلام هي ديالو. سي عبد السلام، هذا المشكل ديال الازمه ديال كورونا خلقت لنا مشاكل اخرى. نعطيك مثال بسيط، مثلا واحد النداء طلقته وزاره الصحه اللي كانت تطالب الاباء والامهات باش يديو ولادهم مثلا يمشيو يجلبوا في السبيطارات، ولو الاباء خايفين يديو ولادهم يجلبوا ليهم، خايفين يديو ولادهم للسبيطار، وبالتالي فلا يتصابوا هما بهذا المرض ولا يخرجوا من الدار الى غير ذلك. وبالتالي فتلقاو هذه الازمه هذه مركبه، وهذا غيشكل عاوتاني خطر واحد اخر، ان ممكن نلقاو اطفال وفيات ديال الاطفال في المستقبل، ممكن نلقاو هو خطر خوف. لان واحد العدد ديال المراقبين تيقول لك هذه الازمه الصحيه
غادي تتبعها أزمة أخرى، صحة من نوع من هو صحة الأزمة نفسية. النفسية، الأزمة وهذه أزمة تكون، وما عندناش حنا هذه، ما هذا الشيء ديال معالجة الأمراض النفسية ما مستعدين، ما عندناش عليها تماما، هذاك الشيء قليل. راك شفتوا عدد الأطباء المختصين في يعني الأطباء النفسيين راهم يحصون على رؤوس الأصابع، ما كانش مربي، ما كانش يعني الموجهين الاجتماعيين ولا المساعدات الاجتماعية. واش كاين شي مدرسة، شي نيابة فيها شي مساعدة اجتماعية؟ هنا عطيك والقضية غير الجديدة رقم صوفيا، لو سمحتي لي نعطيك غير رقم سوسمة الصدرعة، كل سوسمة الساعة، عفوا سوسمة الساعة كلها، الجهة اللي فيها طاطا اللي وفيها هي الآن ما تالودات. كتسمعكش مزيان، كان شوف نسيت شوية عفاك. قلت الرفيق عبد السلام هو بالنسبة لسوسمة الساعة كلها، هذيك المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية اللي تخدم مع أطفال الشوارع والجانحين إلى غير ذلك، جهة كلها عندها طبيب نفسي واحد، شحال فيها الطبيب؟ طبيب واحد. واحد، طبيب في الجهة كلها. ها هي المشاكل الحقيقية. ها المنظومة الصحية ديالنا في هذا هو. دونك إلا بغينا عندنا، إلا بغينا ننميو بلادنا، هو هذا الشيء. نعتنيو أولا بالطفل والأم، لأن الأم هي الطفل أقرب الناس للطفل هي الأم، نعم، لأنها كتكون ديجا أول واحدة كدير معها علاقة هي الأم، لأنك صحيح صحيح تكون في البطن ديالها، دونك قبل ما يخرج للوجود تيكون ديجا هما في علاقة، صحيح صحيح. كيتحاوروا بيناتهم بطريقة أو بأخرى. العلماء في الطب النفسي أثبتوا هذه العلاقة التفاعلية، أثبتوها بأنها وتم صحيحة وعندها تأثيرات على المستقبل. وتم اللي كنسميوه حنا الفرنسوية لا سوسياليزاسيون، كيفاش تنظم الحياة ديال الأفراد في المجتمع باش يكون التعايش والترابط والتناغم والتبادل. هذا السوسياليزاسيون أصلا ما بقاش، هذه أزمة اجتماعية خطيرة كنجتازوها. علاش دابا علاش ما بقاش السوسياليزاسيون بالنسبة للأطفال محدودة؟ ولات ماشي على السوسياليزاسيون، ما كنعيشوش حنا على السوسياليزاسيون، كنعيشو ما عرفتش الكلمة بالعربية بزاف، لا غيتوريزاسيون، في لي غيتو، اللي في شي بلاصة كيبقى فيها واحد الحي، كيمشيو يقراو في المدرسة العمومية، ما فيها لا مال ضو لا كراسي مقادين، لا سبورة كلها حفاري مهرسة، كيمشيو. هنا واحد الفئة أخرى كتمشي كتقرا في لاميسيو، كتقرا في لاميسيو سي عبد السلام، لاميسيو كيمشيو للخارج. سي عبد السلام إذا سمحتي غادي نقاطعك، جبتي التعليم غادي نقاطعك وغادي نعطيك واحد الأرقام ديال واحد الدراسة دارتها اليونيسيف بجهة سوس ماسة حول أزيد من 1000 مؤسسة. هاد الدراسة دارت في أزيد يعني قريبة غير في سي عبد العزيز، انا 2018. جي بوكو دو بروبليماتيك اتونتون، ما كنسمعكش مزيان اخويا. انت كتسمع صوفيا؟ كنسمع. وانا كنسمعك، ولكن سي عبد العزيز ما كنسمعوش. ماعرفش حيت كتخدم بالبورتابل ياك، بالتليفون؟ لا لا بيسي. واخا رفيق غير باش نسترسلو على ما يحل واقيلا. حلي دابا تسمعني؟ دابا تسمعني؟ دابا شوية دير دابا دابا مزيان، شوية مزيان او ان بو ميو. داكور، قلت غير جبتي التعليم، مزيان دابا جبتي المسألة ديال التعليم. اليونيسيف دارت واحد الدراسة في أكادير، في سوس ماستر، الجهة كلها يعني في الجهة كلها، حول واحد 1000 مؤسسة تقريبا. لقات بأن 29% من العينة اللي درستها، عندها 29% ديال التلامذ عندهم صعوبات في التمدرس مرتبطة بالتأخر الذهني، وحنا قبيلة دوينا على المسألة النفسية. 28% من هذه العينات يعانون من صعوبة مرتبطة بالبصر، بالرؤية، عندهم مشكل في البصر. 8.48 عندهم صعوبة
تعاني من صعوبات مرتبطة يعني بالإعاقة، 20.32 عندهم صعوبات مرتبطة بالسوسيال، ما هو اجتماعي، مشاكل اجتماعية إلى التفكك الأسري إلى غير ذلك. 14.16% المعاناة ديال هاد الأطفال من الصعوبات المرتبطة بالنطق، وكاينين 5.44 تعاني من السمع. هذه في الحالات العادية، تصور معايا الرفيق، هذه في الحالات العادية، فما بالك دابا بهاد الأزمة ديال كورونا، وكيفاش غادي تتعمق الأمور من بعد هاد الأزمة. في نظرك شنو هي الإجراءات اللي ممكن نخفوا منها باش نصنعوا واحد التعليم ذو جودة في المغرب كامل بطبيعة الحال؟ هذا أكبر رهان لما بعد شفنا أول الفجوة الكبرى زيادة على هذه المعطيات اللي قدمتها، هي تقريبا تكاد تكون عامة عامة وطنية. هذه الفجوة يعني الاجتماعية كأضاف لها الفجوة الرقمية زادت لها اتساعا. ثاني إلى ما كبيناش بجدية بإعطاء التعليم العمومي المعنى ديالو الصحيح، ماشي كراج ديال مرأب ديال الصغار ولا الحراسة. حنا مع كامل الأسف دابا حولنا المدارس إلى حراسة الأطفال، والجامعات إلى حراسة الكبار. أمر غير معقول، خاص تكون المدرسة وسيلة ولا مكان لتحرير العقل ولتكوين العقل ولتكوين أجيال المستقبل. يعني ماشي قضية الإمكانيات، أساس قضية نظرة، أبروش، مقاربة. يعني بالإمكانيات اللي كاينة ربما يمكن ندير واحد مستوى ديال التعليم جد مرتفع، ولكن نحروا التفكير ديالنا، نحيدوا منه ذاك الغبرة اللي لاصقة عليه، والوسخ ديال اللي لاصقة عليه، نطهروه ويمشي مع واحد، يكون ونعطيو للتلميذ، نعطيو واخا الطفل نرجعوا مسؤول، كيوضع تساؤلات، يبني تساؤلات على راسو، يبني شخصيته، ويتعلم يحل المشاكل، واخا مشاكل بسيطة على المستوى ديالو خصو هو يحلها. هكذا هذا هو التعليم الجديد، يعني الانتراكتيفيتي، يعني يكون أخذ ورد. وهذا ولكن هذا التعليم خصو يكون فيه الجميع، ماشي فقط ولاد الأغنياء في جهة ولا الفقراء في جهة. احنا علاش مثلا كانت عندنا الفرصة باش نتوفقوا في الدراسة ديالنا رغم الظروف المادية أقل بكثير مما هو عليه الآن؟ ماشي غير الظروف المادية والمناخية والجغرافية والجغرافية والمواصلات، ولكن كانت عندنا هذاك السوسياليزاسيون والحماس والمناهج ديال التعليم. هذاك ما كان ما تخرجش الفكر الوهابي في المتوع عندنا. دابا الفكر الموروث على الاستقلال، في الحاله ديال الاستقلال كان الفكر حماسي تحروري اللي معقول صوري، وزرع فينا حب البلاد، حب الوطنيه الصادقه، وحب الناس، وسميتو الابتعاد عن الانانيه، وكنشوف المنافسه الشريفه، صاحبك يعني الى نجح صاحبك بحال نجحت نتايا، ولا نجحت المجموعه بحال نجحت نتايا، وما يمكنش نجح نتايا بلا ما تنجح المجموعه. هاد سميتو هاد السوسياليزاسيون، هاد الكلمه بالعربيه عيت ما قلب عليه ما جبرتهاش. معليش دابا رفيق، بالحديث على هاد القضيه ديال هاد السوسياليزاسيون مهمه. دابا الان ما بقاتش حتى السوسياليزاسيون، راك كتبتي في واحد المقال، كانت هذه شحال كانت في الجامع وكانت في المقابر. دابا ما بقى حتى في الجوامع، ما بقاتش. كاين الجوامع اللي كاين يمشيو البرجوازيين كيصلوا فيها، وكاين الجوامع ديال الشعب.
المقابر خلاص، المقابر دابا خصك التدخلات وي باش تمشي وي مثلا تدفن في واحد المقبره معينه، ولا صحيح، الناس كيكونوا شارين فضاءات في المقبره ديال العائله وداك الشيء، ريزيرفي. والشعب كيتدفن في جهه والناس كيتدفنوا، هذا امر غير مقبول. دابا السيد صديقي، بالحديث نرجع شويه غير للتعليم دغيا، بالحديث على هاد التجربه ديال التعليم عن بعد اللي كنا شفناها، شنو التقييم ديالكم لهاد التجربه؟ كيفاش جاتكم؟ واش هاد التجربه فعلا كانت ناجحه؟ واش فعلا هاد التجربه فيها التكافؤ والفرص، ولا هي حتى هي فيها واحد بعض التمييز، انا ولا واش هي تجربه ايجابيه؟ هي التجربه كون كانت ناجحه كون استمروا فيها، ماشي وضعوا لها حد حسي مسي. الجميع يقر بانها كانت فاشله، ماشي غير عندنا، الدول المتقدمه اللي عندهم الامكانيات والتعميم ديال الانترنت، ومع ذلك هما كيعترفوا قال لك ما نجحناش فيها. علاش ما نجحناش فيها؟ لان وسعت الهوة. ما بي... علاش؟ لان كتعتمد اساسا على دور التعليم عن بعد، ولا سيما بالنسبه للاطفال. التعليم عن بعد كيعتمد على دور الاسر والتاثير ديال الاسر، ديال الامهات وديال الاباء. بحال كتلقى مثلا الوالد كلهم زوج بهم مفتوح، ما كيعرف يقرا، حتى واحد ما عنده الوقت، حتى واحد، كل واحد حاصل فهمه، يخصو الى 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 تغدى، خصو باش يتعشى. اذا هذا وغادي الفشل يمشي. مليوح على جانب بجوج، الجانب ديال الاباء والجانب ديال الاسر، هذا ما يمكنش ان هذا ديال الاسر خاص وديال يكون الاساتذه. يعني كان يمكن ينجح. اولا خصنا نهيئوا له الشروط، ولكن مزيان اللي بدينا فيه، ماشي مزيان، لان من الفشل يتعلم الانسان. حتى في الجامعه اللي كاين زعما تبارك الله، الجامعه حسب واحد انكيت دارت في المغرب، 10% ديال الطلبه اللي اعتبروه بانه مفيد. راه باش تمر واحد النظام للاخر. دونك الشيء اللي جعل ان الوزاره ما استمرتش فيه، ما كناش كون استمروا فيه حتى يجي العطله، لان داك الشيء كان ضياع ديال الوقت تقريبا. وكاين الناس ما عندهمش امكانيات، ما يمكنش دير التعليم عن بعد في البورتابل هكذا، بس على الاقل يكون عندك واحد تابليت ولا يكون عندك باش تشوف، وتكون عارف كيفاش تخدم داك الشيء، يكون عندك الانترنت بواحد يعني الدي بي عالي باش تشد. واش الناس اللي في الباديه عندهم شي انترنت؟ عندهم شي تليفون؟ عند كاين شي بلاصه اللي واش فيها شي سميتو كاع الريزو كاين؟ صحيح، بالاضافه لهذا، بالاضافه ما فيهاش الريزو. صحيح، بالاضافه سي عبد السلام لهذا المشكل ديال الرقمنه، كاين مشكل اخر، هو ان الناس تعتبر بحال الدرس هو واحد المجموعه ديال المعطيات ومعلومات، وغادي يشد التلميذ وغادي ياخذها، وتنساو بان الدرس هو حمولة قيمية، هو حمولة اجتماعية، حمولة ثقافية، حمولة بيداغوجية سلوكية قيمية. حضور جسدي. نعم. شحال من معلومة، ورا انت استاذ وخبير في هذه المسألة، شحال من معلومة تمشي غير في الصوت، غير في الحركة. اكزاكتو. هو الاستاذ ماشي مجرد استاذ. نعم. راه استاذ وممثل. صحيح. لكن قرر صحيح. صحيح. راه الانسان اللي ما كانش كيعرف تشخيص، تيدير التشخيص ويدير الحضور ديال الجسد. انا نهار اول مره مثلا باقي كنتذكر عليها، هذا مثال باقي، كان اول كلمه تعلمت الفرنسويه 1962 يعني الابتدائي الثاني، جا الاستاذ اللي كيقري لنا الفرنسويه، خذا الريشه وخذا الكره، كيضربنا بالكره كيقول لك لا بال سو نو بيك با، كياخذك بالريشه كيقول لك لا لا بليم سا بيك. هذا الشيء ما غاديش ديرو عن بعد. وكما قلتي الحركات، لان الحركات هي وسيله ديال التعبير، من خلال الحركات. علاش دابا داك هذوك لي زونترينور فاش كيبغي يعطيو الاشارات ولا النصائح للعبه كيخدموها، ماشي غادي يسمعوهم، لان من خلال الطريقه ديال الكلام غادي يعرفوا واش قالوا، كاين تقنيات. دونك هذا الحضور ديال والاستاذ كاين شي خطرات كيتمازح مع الدراري، كيعرف كيفاش، لان الاستاذ ماشي خصو يقول حين دخل المعركه، خصو يدخل بعد، خصو يكون مرتاح نفسيا، مرتاح ماديا، ما عندوش الهموم، يكون يعني باش يحب المهنه ديالو، وعنده رد الاعتبار،
يعني معتبر عند في المجتمع. دابا الان حتى الاستاذ ما بقاش عنده، يعني الاستاذ الجامعي ولا الاستاذ في الدار ما بقاش عنده الاعتبار الاجتماعي. نعم صحيح. كيقول بنادم ما شحال تيقول لك، انا وقت كان فاش كنت صغير تيقول واحد السيد راه لا باس عليه، راه احسن ولا راه احسن من المعلم، ولا يقول لك راه انا عايش بحال المعلم، يعني المعلم هو لو توب. دابا اش كيكون من الناس؟ صح مسكين داك واحد ولا واحد السيد مسكين ما في حالته وش غير يلاه معلم. واحد كيفاش بغيتي هذا الاستاذ كطيح له المعنويه تيلو في الحين في الوقت الى واين نحن من ذاك العباره كاد المعلم ان يكون وقت قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. دابا سيد هذا رد الاعتبار راه ماشي مادي، هذا رد الاعتبار اساس معنوي. معنوي اكثر علاش؟ لان النظام ديالنا النظام الراسمالي اللي قدس الماديات وقدس ورجعت رجع الاله عندهم هو 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 المال، المال والسلعه والسوق. فبالتالي اللي ما عندوش المال لا لا, لا اعتبار له، يكون انت راسك عامر بالافكار ولا لا سير كيقول لك سير عاود راسك. وحنا حصلنا احنا حصلنا دابا منين ولا المال هو كل شيء، احنا حصلنا في القيم دابا، لذلك ولا الشرميل ولا العون ولا كذا. خصنا الموضوع حد لهذا التقديس، تقديس السلعه وتقديس المال. نعم وتقديس العلم. حتى الدوله ما بقاش تنظر للتعليم بان الدوله ما خصهاش تبقى مثقفين. نعم الفكر. نعم دابا سيد دابا اللي بغيت نقول دابا هو بما اننا حنا في هذا النقاش هذا في ضيافه منظمه طلائع اطفال المغرب، هما ان هاد الاطفال ديال اليوم هو الجيل القادم، وحنا دابا كنحاولوا اننا نديروا الدوله كتحاول دير جميع المجهود ديالها باش كتلبي الحاجيات الحاليه، هذا الشيء اللي خاص. ولكن واش كيبان لكم باللي حنا هاد الدوله هادي غاديه وغادي تمس بهاد الحاجيات ديال الاجيال القادمه؟ يعني هاد الاطفال هادو ملي غيولي واحد الجيل قادم واش هاد الحاجيات ديالهم غتبقى مكفوله ولا غادي يكون واحد خلل كبير؟ لا هو الشيء اللي خصنا نفكروا فيهم على جميع المستويات. خصنا اولا الحقوق، راه كاين دابا الحقوق ديال الاجيال القادمه، كاين دول اللي فيها الحقوق منصوص عليها. غير نعطيكم الصباح من ندو هذا، كان يعني كما كيقولوا كان باش بور افريشي ان بيتي بو لا ميموار، كان باش بعض التجارب بعض هذا سيك فرنسا، ولكن ما داروهاش. كاين محاوله العمل عندهم نظام الغرفتين في البرلمان، وبغاو يديروا الغرفه الثالثه اسمو هي المهام ديالها. الغرفه الثالثه هي تعنى بحقوق الاجيال القادمه. واي مشروع قانون ولا مقترح قانون اللي كيتناقض مع اللي ما كيحترمش الحقوق ديال الاجيال القادمه عندهم الحق ديال الفيتو، ما يدوسش. اسمو هاد الحقوق ديال اساسا حقوق بيئيه. نعم لان الرئيس شكو لو ترويزيام في الرئيس الثالث ديال الولايات المتحده الامريكيه في القرن التاسع عشر استعمل واحد العباره رائعه راه كتستعمل بكثره، كيقول لك حنايا ماشي ورثنا الارض من الاجداد ديالنا، وانما كنسلفوها على ولادنا. وتمعنوا مزيان في هذه العباره، قليل الناس شكون اللي كيفكر بان هذه الارض هذه راه ماشي ديالنا، راه اساسا ديال الناس اللي غادي يجوا من عندنا. الاجيال القادمه، الاجيال القادمه واش غادي نخليو لهم في الارض؟ الغابه هلكناها، الشواطئ الرمله الشواطئ لوتناها، المدن لا ما عندها مدينه، ما عندنا مدن، عندنا ركام ديال الاسمنت، التلوث على اشده، الاختناق على اشده، واحد العدد ديال الظواهر الاجتماعيه. اش غادي نخليو لهم؟ علاش دابا هذا الشيء ديال الامراض؟ ما كانش الامراض ديال الحداثه ما بين المزدوجات، الحداثه العرجاء ناتجه على هذا النمط ديال العيش، النمط ديال الحياه.
ليه ماشي عقلاني، ليه ما كيتعاملش بواحد الطريقه ديال الاحتفاظ او التوازن مع البيئه. عندنا ثلاثه ديال التوازنات اساسيه في الاقتصاد، كاين اقتصاد التوازنات الماكرو اقتصاديه مزيانه، مجتمع كاين التوازنات الاجتماعيه خصها تكون ضروريه، ومع الطبيعه خص تكون التوازنات البيئيه، لان الانسان بلا الطبيعه ما يمكنش، خص يكون الانسان ممكن يبقى على خير سليم الا اذا كانت الطبيعه سليمه. الناس لاحظوا في هذه المده ديال الحجر وما ما بقاتش سميتو ما بقاتش حركه السيارات وضل الطائرات، بقات الحياه كترجع الى حالتها الطبيعيه، العصافير تتغرد وسميتو الاسماك موجوده بكثره. الحسيم هذاك النهار بين واحد الفيديو السردين كي بوحدو كيخرج. نعم صحيح صحيح. هنا 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 سي عبد السلام ميشيل سيرت يقول لك نحن في حاجه الى السردين. كانت العاصمه ديال السردين كانت مدينه اسفين، ذاك السردين اجرى عليه سميتو المركب، سميتو المركب ديال الفوسفات الكيميائي، وصل الى بقى في الداخله راه لاباس، الى ما مشاش من الداخله تحت. علاش؟ لان كاين شي واحد كيدير عنده مشروع ما كيهموش هو شكون ابيل لي زيكونومي اكستيرن، الضرر الخارجي، خصو يقضي الغرض هو، بحال شي جار ساكن معاه تيشطب ويرمي عليك الزبل، هو كيشطب دارو وانت الزبل كيرمي لك تحت قدام الدار، راه نفس الشيء، نفس السلوك. لذلك اول الاطفال خصنا نربيهم على القيم الانسانيه والاحترام والطبيعه وداك الشيء، ونقريهم مزيان، ونوفر لهم كل ما يمكن ان يساعدهم على تنميه ذكائهم وعقلهم. نوفر لهم خاصه ظروف ديال الابداع المقومات ديالو. استاذ سفيان ينقسم الى جزئين، حنا كان جميع البشر كان عندنا نفس المستوى، كان تخلقوا على بنفس المستوى ديال الذكاء، هو الذكاء الفطري. وكاين اش تيميز ما بين الناس، حتى كان زادوا حتى كان تولدوا عند ديك الساعه كيكون الذكاء المكتسب. وهذاك الطفل المسكين اللي مقهور ما عنده ذاك الذكاء المكتسب محدود، مين غادي يكتسب هذا الذكاء؟ كما قلنا ما وفرنالوش الامكانيات، لا الامكانيات الغذائيه ولا الامكانيات ديال السكنه ولا الامكانيات ديال التعليم ولا راه حتى الفضاء ديال الحياه كيساعد على باش لتنميه القدرات والابداعيه والقدرات الذكاء. فما كانش شي واحد ذكي اكثر من الاخر، الزمن هو اللي كيقهرنا، كما كنقولوا حنا بالعربي خليك ما قهروا الزمان. وما الانسان الا إنه واش بشحال من الناس اللي باش تفهموا مشاو من الاحياء الشعبيه وداك الشيء عاشوا هذا، ومشاو رجعوا حلماء كبار، غادي نلقاو الظروف ملائمه، البيئه ملائمه كيصير. راه اي واحد جاوا من شي ما ديروا في ظروف ملائمه، ما دوز عليه واحد المده ما تعرفوش يتغير، يتغير ما تعرفوش، ماشي يتغير حتى في البنيه ديالو الجسديه، وما بالك على المستوى التفكير ديالو والعقل ديالو. إذا السيد الصديقي كما عرفنا هو أنه الوقت اللي تفرض فيه الحجر الصحي هو تفرض بواحد نزل الحق هذا الحجر الصحي ونزل تفرض. دابا حنا على بعد 3 أسابيع من أننا غنرفعوا هذا الحجر، شنو اللي نقدروا نقولوا؟ شنو موجود لهذا رفع الحجر الصحي؟ شنو حنا وجدنا ليه؟ وجدنا ليه شنو غادي نقول لك؟ يعني كنظن ما تشوفش بان الوضع ممكن ينفجر بعد واحد ثلاثة الاسابيع. ما بغيناش نفكروا في هذا، جميع الاحتمالات وارده، ولكن ما بغيناش نكونوا متشائمين. انا قلت واحد في الدروس المستخلصه من جائحه كورونا، قلنا من بين الدرس الثاني وهو اننا تمكنا باش نديروا داك الدخل ديال الحد الادنى،
السينما ما كانش استطعنا نديروه منذ سنوات، حنا كنطالبوا به، انما دار في ظرف اسوء. ولكن غدا من بعد ما بعد الازمه صعيب باش نتخلاو عليه. تقصد الاعانات ديال الدوله ياك؟ الاعانات ديال الدوله. صعيب باش نتخلاو. ولكن رفيقي العزيز، هاد 30 مليار دابا اللي تجمعت راه كافيه غير ثلاث شهور كما قلتي. لا كان نديرو من بعد، خاصنا نلقاو المجالات، نلقاو السبل. راه الحل، شوف راه ما كاينش شي حل من غير الحل اللي قلتيه، هو اننا نعاودو نفكرو في هذا الشيء ديال التوزيع ديال نفكرو في الثروه، نفكرو في التوزيع العادل ديال الشركه. خصنا لان كاين الثوره محتكره بالريع، ونحاربوا الريع ونحاربوا ديك العداله الضريبيه. دوك الان ما عندناش اختيار، يعني ذاك لي مارج دي يعني الهامش ديال ما بقاش الهامش واسع. حنايا كنمشيو سيو لا كريت، يعني على ما بقيتش يعني على واحد سميتو يعني رقيق بزاف، يمكن لك تميل هكذا ولا هكذا على الحافه، ماشي الحافه، لا يعني سيو لا كريت، يعني الظهر ديال قمه الجبل وخصك تمشي قمه الجبل، ولكن قمه ادم الى زاقتي شويه غادي مشيتي غادي تكركب. وبالتالي خصنا نكونوا حذرين يقظين مسؤولين، وناخذوا ناخذوا الامور بجديه. رشنا مثلا البارح بعض الفيديوهات يمكن صحيحه ماشي صحيحه، الناس اللي خرجوا كيتظاهروا ما وصلهمش الدعم، وبالمئات في مختلف المدن. هذا الشيء كيمكن له يتكاثر، لان الله يحسن العون. الناس اللي ما عندهمش ما ياكلوا، ماشي الخطأ ديالهم، الخطأ ديالنا حنا جميع كشعب كمجتمع كمسؤولين، ما وفرنا لهمش وسائل العيش. وأجلنا إصلاحات، يعني علاش أجلنا إصلاحات؟ هنا ضيعنا الوقت، ضيعنا الوقت، لأن ربما اقتربنا ياك من النهاية شوية ولا مازال؟ باقي واحد 10 دقائق. لأن الإصلاح علاش الناس يترددون؟ شنو عندنا في العالم بأسره؟ الإصلاحات من حيث عمليا نورمالمون خص الإنسان يقوم بها وهو ماشي تحت الضغط، كيكون مرتاح، وهذه هي المفارقة. ولكن حتى واحد ما كيقوم في الإصلاح هو ما كيكونش تحت الضغط، بحال الامتحان، حتى كتكون الضغط عاد كيقوم بالإصلاح. وذاك الساعة ما كيكونش الأمور كندوز تحت الضغط، لأن الامتحان الطالب كيكون عنده مثلا عنده امتحان كيقول مازال باقي الحال، كيكتب الدرس الاول هو عنده ما يحفظوش حتى يقرب الامتحان، كيبقى عنده غير درس واحد، عنده درس واحد ما يحفظوش حتى يجمع بزاف. كيقول حتى كيكتب طول عيش لان فين المره واحد ذاك المثال كيقول لك لا تترك يوم عمل يومك عمل اليوم فان للغد عمله، لكل يوم عمله. راه عميق، ولا كيقول لك قبل الوقت ماشي الوقت، ومن بعد الوقت ماشي الوقت، كل حاجه الامور خصها تدار في وقتها. مثلا غير نعطيو مثال ديال الاصلاح الضريبي، شحال حنا كنتكلموا على الاصلاح الضريبي، وحنا غادي نديروا الايام الجبائيه، درنا الايام الجبائيه ولا جبنا السخانات، قال لك اسيدي الدخول البرلماني الجاي غادي نقدموا مشروع الاطار، مشروع قانون الاطار. ها هي داز دخل البرلمان وخرج وعاد يدخل وخرج، ما كاين لا مشروع ما قانون الاطار ولا يحزنون. علاش؟ لان كاين مصالح، كاين مجموعات الضغط، مستفيد، كاين الناس اللي كيديروا العصا في الحجر، العصا في ماشي الحجره في العصا، ياك؟ لا العصا في العجله، العجله باش ما باش ما تمشاش، باش ما تدورش، باش ما تزيدش. ولكن في الاخر راه غادي نكونوا مضطرين، كلنا وحنا الان مضطرين باش نديروا تحت الضغط.
وما عندناش والا واش حنا غادي نخليو بلادنا تغرق؟ ما يمكنش. وبالعكس المغرب لحد الساعه خصنا كذلك نعترفوا بها، باش ما نكونوش هذا ابان عن واحد القوه واحد يعني كيما راه نفوات اللي شفناها هنا قرارات جريئه نيتو. اه حقيقه نعم. قمنا فهاد فهاد الشرايين اللي بداش في 40 سنه في ظروف عاديه ما نقوموا به في عامين ولا ثلاث سنين. نعم اكيد. لان كنا كندوزو الامتحان كل يوم، اختبار كل يوم، ماده النهار كدير رفع سميتو، النهار كدير كتوضع الحد كتغلق الحدود. ها هي ماده كبيره هذه، ماده الماتيير فوندامونتال، ها عند الكونفيسيون ساك بحال لي مات بالنسبه لي مات. كدير من بعد عاد كدير الحجر الصحي، الحجر الصحي ماشي غير جوج ديال الحجر الصحي، خاصك توفر له الشروط. وفر له الشروط، قال كان الكوب الصندوق باش نعطيو المساعده للناس، وهذا راه شيء هذه اختبارات وتجارب ومختبرات، ماشي غير اختبارات ومختبرات. مختبرات درنا العمل عن بعد، درنا التعليم عن بعد، واخا ما كناش مهيئينو، ولكن اللهم كما كان الحال الناس تعودوا على الاقل، ها على الاقل عرفنا الصعوبه ديالها. احنا معنا المساله صعيبه، لان ماش غادي نعرفوا صعيبه ولا حتى خصنا نديروها. دابا المستقبل ربما نديروها مره اخرى، وهنا خاص هاد التجربه الاجتماعيه غادي تفيدنا المستقبل. نحن لا نتمنى باش غادي تجي، ولكن الناس يعني الملاحظين العلماء الكبار كيقول لك راه ماشي هذا هو الوباء الوحيد اللي غادي يجي في هذا القرن 21. بناء على بيان سور حنا كان العلم نسبي، ولكن ما يمكنش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار هذه التنبؤات. كيف كان غادي تجي أوبئة أخرى ربما أكثر قساوة منها، وإذن خصنا نستعدوا للأسوأ. إذا استعدنا للأسوأ غادي نكونوا مرتاحين في جميع الحالات. ذاك الساعة إذا جات شي حاجة أقل سوء وأقل قساوة تكون بحال ندوز أمور عادية، لأن نكون مستعدين لها، يكون عندنا الآخر. علاش الناس دابا الدول الكبرى قد قد السخط ما كانش عندهم لك المسائل التافهه كاع صغيره، الكمامات ما عندهمش، حصلوا ما عندهمش الجهاز التنفس داك ديال الاخر التنفس حصلوا التنفس الثنائي. يعني نعم. الناس كاين وكاين جو سميتو البوين ولا الايربوس وما نتجوش الكمامات. علاش؟ باسكو ما عطاوش الاهميه للانسان. هادو هما اذن الحياه، هي حياه الشعوب وحياة الأمم تمر عبر مراحل مختلفة، يعني مختلفة. كل مرحلة عندها المميزات ديالها. الشيء اللي كان كنا نستنتجوا من هذا ربما مع بالنظر إلى ما يكتب هو زوج ديال الحوايج: التواضع والنسبية. التواضع في سلوكنا، سلوكنا الاستهلاكي، في تفكيرنا، أن لا ندعي أننا نملك المعرفة المطلقة ونحن يعني نرى كيف أن العلماء الكبار اللي عندهم اختصاص وأبحاث وهذا يجددون وجدوا أنفسهم يعني عاجزين على فهم واحد ضغير. إذن فالتالي الإسخص يكون تواضع، واليقينيات عاد اليقينيات ولا اليقينيات بقت غير حتى في المعتقدات، لا يعني لا يقينيات في العلم، المعتقدات يمكن لك تعبئ بها الناس، ولكن ما يمكنش تدبر بها، ما يمكنش تدبر على اساس المجتمع، تدبر بها ازمه. يعني باش نكون واضح اكثر، انا
يعني الاعتماد على الدين جيد. احنا اعتمدنا مثلا على الدين فيما يخص تعبئة الناس من أجل تحرير المغرب من القيم، الشام، في القيم، في القيم، جيد، في القيم ولكن ممكن ورد. باش تعتمد عليه في حل، تدبير. في التدبير، نعم صعب صعب صعب. جميع التجارب الناس لهذا أدت إلى الفشل الذريع، لأن قضايا ملموسة. وعلاش؟ لأن الله خلق العلم باش الناس يتعلموا يعتمدوا على الرسول، وإلا لا رجعنا كل حاجة لمستنا نرجعوها لله وننتظره. عاش. ها؟ احنا والمسألة محتاجين، الثانية، احنا يعني في حاجة ماسة اليوم لبن رشد المسألة المجتمع الثانية هي العام وهي مرتبطة، هي النسبية. لما كنكونوا متواضعين كنكونوا نسبيين، وأكبر العلماء كتناقش معاه مفكر كبير ما كتفكر، عمره ما كيقول لك ما كنعرف، كيقول لك يعني كيبقى يشك، كيقول جو سي با، ما عرفش، ما كيهضرش، كيسمع. حنايا الناس تيهضروا أكثر مما كيسمعوا، صحيح. لما كتكلم ما كيسمعلكش، كيعتبر راسو هو قمة البشر، قمة العلم. فنكون متواضعين ونحاولوا نتواصلوا بيناتنا، نحاولوا كل واحد يستفيد من الآخر باش يكون التبادل والإثراء الجماعي، ويكون ذكاء ماشي ذكاء فردي، ذكاء يكون جماعي. ذكاء جماعي. والشعوب اللي نجحت هي اللي كتعتمد على المجهود الجماعي وعلى الذكاء الجماعي، وكتعرف تستغل جميع الإمكانيات المتواجدة. فعلا ما يمكنش فعلا. مثلا، أحسن تفضل. أحسن ما يمكن، أحسن ما يمكن أننا نقوله، ما عرفت أننا نختمه به وقيل هذا اللايف ياك عبد العالي، هو أنه هو أننا اليوم نحن في أمس الحاجة إلى الذكاء الجماعي، واحد التواصل اللي يكون إيجابي بين الأفراد، من أجل أنه المعلومات تمر بسرعة، من أجل أنه صحيح. يكون بزاف ديال الحلول اللي هي تكون سريعة، منها بزاف ديال الحلول، لأنها اللي غادي تفيد هذه البلاد هذه، وغادي تقدر أنها تعاونها. خص الأفراد أنهم يندمجوا أكثر، أنهم يعاونوا البلاد باش أنها تزيد لقدام. صحيح. شكرا شكرا بزاف الدكتور والرفيق والصديق صديقي على التلبية ديالك للدعوة ديال منظمة طلائع أطفال المغرب، وأنا بدوري كنشكر منظمة طلائع أطفال المغرب فرع ديال سوس ماسة، اللي أنا كنعتبر جاه. راسي بنتهم، على هذه الدعوة ديالهم ليا. الشكر موصول كذلك للرفيق عبد العالي البوجيدي للمشاركة ديالو معايا في هاد الندوة هذه عن بعد، وكنشكروا جميع الناس اللي كيشوفونا. بارك الله عليكم، كانت فرصة سعيدة باش نتلاقى بكم. سي عبد العالي كنعرفوه بزاف، حاضر في مرحبا. المواقع، عنده حضور مرحبا. يعني حضور نشيط من الله يبارك. في ضروري هنا. العالم الافتراضي، وكيتحكم في هذا الشيء ديال مزيان يكون عنده حضور، لأن وسيلة كذلك واجهة النضال، باش يعني محاربة الأفكار والأفكار الزائفة والأخبار الزائفة اللي كتنتشر بكثرة، وكذلك ماشي غير الأخبار الزائفة، وسيلة كذلك تعرفوا شكون اللي كيتحكم في هذا الشيء ديال وي وي الوسائل، وي وي ديال راه القوى العظمى، لأن هما اللي كيتحكموا فيها، هما اللي كيسموهم، ربما نديروا شي حلقة شي مرة إن شاء الله على إن شاء الرأسمالية الله الرقمية. إن شاء الله. دابا وسمع شي واحد قبيلة، واحد المفكر سماها رأسمالية الحراسة، لو كابيتاليزم دو سيرفيونس، كيحرسوا الناس. دابا هذا النقاش ديالنا كله راه مسجل ومدون في محتفظين أوساط به، المعلومة. محتفظين به. يلا تبارك الله عليكم. شكرا. أنا شكرا بدوري جزيلا. ثابت، شكرا صوفيا. بدوري تنشكر رفيق عبد السلام الصديقي اللي تهم معنا في هذا اللقاء، واللي منظم من طرف الجهه ديال السوس ماسه المنظمه طلائع اطفال المغرب. تنشكروا الرفيق بشعال اللي كان تيسهر باش يخرج هذا النشاط هذا للوجود.
شكرا باسم التواصل جميع دائما. باسم جميع الرفيقات والرفاق والمناضلين والمناضلات ديال منظمة أطفال المغرب، تنقدم لك السي عبد السلام التحية الكبيرة، وتنتمنى بهذه المناسبة نديروا واحد النداء للمواطنين أنهم يلتزموا بالحجر الصحي، والأهم هو أن منين يسالي الحجر الصحي أننا نبداو بالتدرج، ما نخرجوش الجميع، نبقاو في هذه الاحتياطات والإجراءات الاحتياطية باش نحاولوا كل واحد يشتغل من الزاوية ديالو الخاصة به، باش تكون تخرج البلاد ديالنا رابحة من هذه الأزمة هذه. ونضرب لكم موعد إن شاء الله نهار الجمعة مع الجهة ديال بني ملال الخنيفرة، وشكرا لكم، وشكرا سي عبد السلام، وشكرا صوفيا، شكرا. شكرا عليكم.